ماشيين على طريق الله، قلوبنا مع الله وعينينا على النبي عليه الصلاة والسلام. شوف الخشوع بيجي منين؟ بيجي من معرفة ربنا. طول ما انت ماشي على طريق الله ربنا بينزل لك هدايا من عنده. بحبك يا ربي يا صاحبي. علاقتنا بربنا مبنية على الحب. سير على طريق الله، ولو عاصي اوعى تيأس، ارجع له. قد تشعر بصعوبة وانت بتتخطى هذه الحواجز، لكن الحواجز دي بتربيك. ربنا له صفات جمال، الرحمة واللطف والكرم. انت كمان خليك كريم ولطيف ورحيم. حاسس ان احنا محتاجين لربنا سبحانه وتعالى، نستريح مع ربنا. اجمل شيء انك تبقى ماشي في طريق رايح لحبيبك وعارف ان حبيبك بيحبك. اسمح لنا ان احنا يا رب نمشي ورا النبي عليه الصلاة والسلام عشان نوصل ليك قرب على طريق الله سبحانه وتعالى.